متاع وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. السماوات والأرض أعدت للمتقين. يا عبد الله وابن عبده وابن أمته، أنت الآن في آخر عهد لك من الدنيا وأول عهد لك من برزخ الآخرة، فإذا جاءك الملكان الشفيقان الرفيقان بالمؤمنين بشير ونذير وبغير المؤمن أنكر ونكير، وسألك من ربك ومن نبيك؟ كان عندي حنين وبعرف راحت لعند مين، وما كتابك ومن هم إخوانك وأخواتك؟ قل الله ربي ومحمد. ما توقعت نكتشف بعد كل شي صار. ولو يا صديقتي، احنا عشرة عمر، حتى لو في مشاكل بيناتنا بس يصير في موت لازم نوقف حد بعض.